60 عاما على الاغتيال، من قتل جون كينيدي بعد 1000 يوم في السلطة؟ الرئيس الأمريكي جون كينيدي من أشهر رؤساء أمريكا ومن أشهر رؤساء القرن 20. جون كينيدي اغتيل 63، 1963، 2023، 60 سنة على اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. هو مش أول رئيس يغتال في أمريكا، في 4 رؤساء أشهرهم إبراهام لينكولن وجون كينيدي، إلا إن اغتيال جون كينيدي في عدد لا نهائي من الكتب والمقالات والتقارير والأفلام السينمائية والمسلسلات التي تعرضت لهذا الموضوع، في رواية رسمية وفي روايات موازية لاغتيال جون كينيدي. الرواية الرسمية إن في واحد اسمه لي هارفي أوزوالد كان جندي في البحرية الأمريكية، وهو من نفسه اللي قرر اغتيال جون كينيدي، وحسب سي اي اي مفيش اي ارتباط لأوزوالد باي جماعه او اي تنظيم او اي حكومه او اي مخابرات او اي جهه في الداخل او الخارج، هو لوحده اللي قتل جون كينيدي. الرئيس كينيدي كلنا فاكرين مشهد الاغتيال الشهير جدا، كان ماشي مع زوجته جاكلين كينيدي وراكبين العربيه المكشوفه، وموجود حاكم تكساس وزوجته، وده في قلب مدينة دالاس في تكساس، والعربية ماشية ببطء شوية، الموكب ماشي بطيء، وتم إطلاق الرصاص على الرئيس جون كينيدي وقتل في الحال. بعد 70 دقيقة من الاغتيال، 9 و10 دقايق، تم إلقاء القبض على أوزوالد واتهامه، وبعد كده قالوا أن أوزوالد هو خلاص اللي عمل هذا الحادث الشنيع بدون الرجوع إلى أي مرجعية سياسية في الداخل أو في الخارج. دي الرواية الرسمية. الروايات الموازية لا، في حد يقول لك الرئيس ليندون جونسون اللي هو كان نائب جون كينيدي ربما تآمر في الموضوع، ناس تقول كوبا، فيدل كاسترو اللي ورا الاغتيال، ناس تقول الاتحاد السوفيتي اللي ورا الموضوع، ناس بتقول المافيا اللي ورا الموضوع. إنما أشهر حاجة اتقالت إن سي آي إيه الاستخبارات المركزية الأمريكية هي اللي وراء اغتيال جون كينيدي. ومن كتر الكلام ده متنشر كتير جدا ان المخابرات الأمريكية هي اللي قتلت جون كينيدي، فالمخابرات قالت ده كلام غير صحيح ودي أكاذيب سخيفة ولا أساس لها، إنما كل شوية بيطلع حد يتكلم في الموضوع. روبرت كينيدي أخو جون كينيدي سيناتور في مجلس الشيوخ، بعد اغتيال جون كينيدي استعد للترشح للرئاسة الأمريكية، وكان على وشك أن يكون رئيسا لأمريكا. ده مين؟ السيناتور روبرت كينيدي أخو الرئيس جون كينيدي، لكنه اغتيل هو الآخر، وده اللي خلى الناس تقول طيب جون كينيدي واغتيل اغتيال فردي، اللي يخلي روبرت كينيدي كمان يتم اغتياله بعد ذلك. روبرت كينيدي عنده ابن اسمه روبرت كينيدي الابن. روبرت كينيدي الابن دلوقتي بقى 2023 عايز يترشح للرئاسة الأمريكية، لو في انتخابات داخل حزب الديمقراطي، هو حزب ديمقراطي، عايز يخش قدام الرئيس بايدن لربما ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية. روبرت كينيدي الابن، ابن روبرت كينيدي، أخو جون كينيدي يعني عمه الرئيس كينيدي ووالده السيناتور روبرت كينيدي، اللي مرشح نفسه للرئاسة الأمريكية حتى الآن، اتكلم وقال طبقا لنيويورك بوست الأمريكية عن إذاعة في أمريكا، قال إيه؟ قال المخابرات الأمريكية هي التي اغتالت جون كينيدي، وأكد إن المخابرات وراء الاغتيال، وقال إن الرئيس جو بايدن قبل كده لما كان سيناتور أيد سنة 82 إنه يتم الكشف في عام 87 عن كل المعلومات الخاصة باغتيال جون كينيدي، لكن ده ما حصلش. وفي 44 صفحة سرية تؤكد علاقة أوزوالد اللي اغتال جون كينيدي بالمخابرات الأمريكية، ومع ذلك لم يتم الكشف. فبيقول كان الرئيس جو بايدن اللي أيد قبل كده موضوع القانون ده، كان ينبغي ان هو لما بقى رئيس جمهورية ان يفرج عن كل الوثائق الخاصة باغتيال جون كينيدي. روبرت كينيدي الابن وهو صحفي ومقدم برامج ومحامي أمريكي شهير، بيقول إن هو هيترشح للرئاسة الأمريكية علشان خاطر في انقسام كبير في أمريكا، هو يريد منع هذا الانقسام في أمريكا.
في تدهور للطبقة الوسطى في أمريكا، لا يريد تدهور الطبقة الوسطى في أمريكا، في استغلال سياسي للقوانين في مواجهة المعارضين، لا يريد ذلك في أمريكا، يريد أيضا تحجيم أي نشاط استخباراتي خارج القانون الأمريكي. بيتكلم طبقا لحوار في صحيفة الوطن المصرية إن هو هيؤيد عدم الإمبريالية أو هيكافح الإمبريالية والنظر الاستعمارية وتقسيم العالم والتدخل في شؤونه، وإن أمريكا لازم تكون أكثر أخلاقية مما هي الآن. دي رؤية روبرت كينيدي، ابن روبرت كينيدي، ابن أخو جون كينيدي. والده لما قال الكلام ده فيما قبل جرى اغتياله لما ترشح للرئاسة، وعمه لما كان عنده السياسات دي فيما قبل وهو رئيس تعرض أيضا للاغتيال. فهل يواصل روبرت كينيدي الابن، وهل تحدث المفاجأة الكبرى ويترشح فعلا للرئاسة 2024، أم يظل صوت آل كينيدي مجرد صوت للصحافة أو صوت للضمير؟